متابعي ساحل تي في، اهلا وسهلا بكم في تغطيه لمباراه هامه جدا تندرج في اطار الجوله الثالثه بلاي اوف في بطوله كره اليد بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. سيف حميدة، إنجاز أكثر من رائع اليوم، ساهمت فيه وساهم فيه الأولاد، ألف برافو لك. الحمد لله يا ربي، انتصار، رجعنا من بعيد، رجعنا من سبعة بونتو، وفي الميطون الأول 4 بوان أمنا بالربح، تفهمنا اللي ما نساوموش في صالتنا، ناخذوا ماتش بار ماتش. اليوم نحن الأولانيين، نحن والإسبيرونس، تفهمنا جروب كامل باش ناخذوا ماتش بار ماتش، ولا في الخير ربي يسهل فيه. بطولة أحلى منها ما فماش بالطريقة ذي أشرف بعد الانتصار. الحمد لله يا ربي، كما قال سيف، رجعنا من بعيد، قعدنا نلعب بزوز وثلاثة جوارات، ميطون الاول عملوا اللي يحبوا، خرجونا ماجد، عطاو دو مينوت للجمهور، كيكا قعدنا مركزين ومركينا لهم واحنا ناقصين، دخلنا الفستير ميطون الاول، قلنا ان شاء الله ما نرجعوا كان باش نفرحوا جمهورنا، وان شاء الله ما نربحوا، وان شاء الله نربحوا فما كان ربح اليوم، وان شاء الله يا ربي البطولة قنطاوي ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة، مبروك عليك. ميرسي. كنت نقول في السابق صحيح في الشوط الثاني جاتنا فرص باش نتعدى وناخذ ليكار، لكن مالوريزمون القوت الشخصيه خلتنا بتتر زاد نشدوا في بعد فين فارق وثلاثه فارق، والترجي عاود يرجع في المباراه، ما سلمناش لين فكينا المباراه في الدقائق الاخرى. هذا معناها الفريق قوي ذهنيا ما يسلمش، وكيف كيف الحمد لله فيزيكمون معناها بدلنا عديد اللاعبين وشركنا الناس كل باش نجمنا نلقاو الستة لاعبين في اخر مباريات، وهما اللي حدوا الفارق مع ماجد حمزه في المرمى. النجم نقولوا النجم اللي يلعب على ثنائيه الكاس والبطوله بعد الفوز الباهر اليوم. نلعب على كل الاوجه، لكن باش ناخذوها مباراه بمباراه، ما نحبش نسبق الاحداث، مازال عندنا النادي الافريقي فريق الحمامات والترجي في تونس، والنادي الافريقي في تونس. دونك اون بروندر ماتش بار ماتش، بساعه بساعه كما قلت في السابق، واللي باش يوصل في الاخر هذاك اللي باش يقدر به ربي. شكرا سي سامي، وحلت سعيد للنجم. كانت هذه تغطيتنا لكلاسيكو البطولة التونسية بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي اختصاص كرة يد، مباراة فاز بها النجم الرياضي الساحلي بكل جدارة. زملاء جهة جبل قدموا مباراة رائعة جدا واستحقوا الانتصار ونقاط المباراة.